كل سنة وانتم طيبين يا بنات، دي علشانكم. شكراً يا ماما. ممكن يكون مين؟ دي حاجة مشوقة، ده أكيد علشانكم. مفيش كارت. واو، غزال لطيفة قوي، احتفظوا بيه إذا كان عجبكم. واو، هما مش تماثيل في النهاية. إحنا الصبح، الأوضة شكلها مختلف، حاجة غريبة. هو المنبه بيرن؟ لأ شكراً. الميك اب ده غريب، جليتر؟ أوكي، أسناني لازم تكون نظيفة مهما حصل. أغسل أسناني بالفرشة؟ مستحيل. أشتري واحدة وأخد واحدة ببلاش؟ هايل يا بنات، أنا لقيت قمصان علشانكم، جربوهم. القمصان زي بعض بالظبط، لكن التوأم لأ. التوأم بيستعدوا للكلاس. مقلمة، أيوة. أعتقد إنك هتحتاجي ده أو لأ؟ طبعاً هتحتاجيها. كتاب وشوية أوزان. يلا بينا. أوه، تقيلة قوي. يا ترى ليه؟ أنا ما عنديش فكرة. أنا جبت كتاب واحد بس. كلير، أنا هنا، اطلعي. ده هو هنا فعلاً. شكلي عامل إيه؟ لازم أظبط شعري. هايل. آه، كلير عندها ميعاد. مش ممكن، أنتِ ممكن تستني في الحمام. أوه لأ، الباب مقفول. أعمل إيه دلوقتي؟ هاي، إيه رأيك في شكلي الجديد؟ دي حاجة مش عادية. افتحي حالك، حتى السحر مش نافع. الميعاد باظ. غمضي عينيكي، مفاجأة. لعبة علشاني؟ يايكس، حد يساعدني. جاهزة؟ يلا بينا. مش ده مضحك قوي؟ اه ده مضحك جدا. انا هوريكي فيديو مضحك فعلا، اتفضلي. اه كلير، ما تزعليش. كلير نايمة وبتحلم أحلام سعيدة، لكن ميري مش قادرة تنام. هغير تظبيط نظام المنبه، تمام. إيه؟ إحنا الصبح؟ الساعة 3 الفجر. أه ماري، فين المنبه بتاعك؟ حد قوي، أنا لازم أستخدم عقلي هنا. أنا كمان ممكن أعمل ده. بدأت الأمور تكون متوترة، التليفون مش قادر يتحمل الضغط. دي غلطتك. أوبس، ما كانش قصدي. أعتقد إن الشامبو ده هينفع. وقت الشاور. أنا هستلف روب الحمام بتاع كلير. هاي ماما، أنا هنا علشان أرسم. ماري، أنتِ بتعملي إيه؟ أنتِ عرفتي منين إن ده أنا؟ تقويم الأسنان. دلوقتي نظفي التلاجة. شكراً على اللبس، خليني أساعدك. دي الطريقة اللي دخلتي بيها الكلية بتاعتنا، رائع مش كده؟ أنا راجعة على طول. أكيد، هشوف تليفوني. آه، أنتِ رجعتي.
انت غيرتي بسرعة قوي. آسف، أنا لازم أرد على المكالمة دي. انت وقعتي تليفونك. إيه؟ هاي، واو، انت بتعملي كده إزاي؟ آسف، جالي مكالمة. آه، ما تفكريش حتى. هي مشيت تاني؟ أنا كمان لازم أمشي. الكوكي دي لذيذة. هو صديقي. لا، ده بتاعي. أنا آخد الشاب وأنت خدي الكوكي. ده في أحلامك. مستحيل، ده جنون. كتاب تاني ممل. أختي محتاجة للراحة. هاي، أنت بتقلبي الصفحة ليه؟ أوكي، أنت اللي بدأتي. خدي ده. أوه، إيه ده؟ يا بنات، بتتخانقوا تاني؟ أنا بقرا، أنا بنضف. ده رائع، ملايكتي الصغيرين. كنت هنكشف. ماما، ممكن آخد مصروفي؟ مصروفك؟ اتفضلي. ماما، ممكن آخد فلوس؟ أنت كمان عايزة؟ اتفضلي. ماما، فلوس من فضلك. فعلاً؟ أنا لسه مديالك. ها، أنا نجحت. كلير بتحلم. ساعدوني. أنتِ خايفة من إيه؟ آه، ساعدوني. كيهو، إيه الحلم المجنون ده؟ ده كان مجرد حلم. النهاردة عيد ميلاد بابا، يلا نعمله حاجة جميلة. ممكن دقيق. البصل مفيد. هنضيف بيض وفلفل حامي ولبن. دلوقتي نخلط. مقرب، كله تمام. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيب. اتفضل الكيك. اتمنى أمنية. كل واحد ياخد قطع. حلوة قوي. هو ده بصل؟ أوه، طعمها غريب. ممكن تاخد القطعة بتاعتي يا حبيبي. شكراً. وبتاعتي، وبتاعتي. ده أحلى عيد ميلاد اتعمل لي. لمسة أخيرة وتحفتي الفنية هتكون جاهزة. أوه واو، دي ممتازة. لازم أخد صورة. أنا هخلي تحفتها الفنية أحسن. كلير جاية. أوه لأ، إيه الكارثة دي؟ الرسمة بتاعتي باظت. المشتري جه فعلاً. أنا انتهيت خلاص. مساء الخير، ممكن تبص بصة؟ إيه ده؟ دي ما فيهاش غلطة. أنا هاخدها. دول كفاية؟ شكراً. أنا غنية. أنا استمتعت جداً معاك. فعلاً؟ أنا راجعة على طول. شكلك مختلف. فعلاً؟ هو صديقي. هو بيحبني أنا أكتر. هو بتاعي. لأ، بتاعي. التوأم مش هيبطلوا. كفاية، أنا تعبت من كل ده. أنا ماشي. هو مشي، لكن أنا بحبه أوي. ما تعيطيش، كل حاجة هتكون كويسة. فعلاً؟ طبعاً، بوعدك. الحب سحر. إنك تكوني طيبة حاجة مملة أوي، وإنك تكوني شريرة حاجة مش كويسة.
سنوفليك دي مهملات، أنا بس بهزر. فيو، ده ما كانش لطيف. انتوا زينتوا الشجرة خلاص؟ أنا حبيتها. يلا ناخد صورة لكارت كريسمس بتاعنا. أوه. أنا محتاجة أضيف لقائمة الطيبين ماري وكلير. هو هو هو. هي يا ولاد، أنا عندي ليكم تحدي. حددوا 3 اختلافات في الصور دي. اكتبوا إجاباتكم في التعليقات. أشوفكم المرة الجاية. هو هو هو. حبيتوا توأمنا الغريب؟ قولوا لنا في التعليقات حبيتوا مين أكتر؟ كلير الجميلة ولا ماري السيئة؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش الفيديوهات الجديدة المضحكة من تروم تروم.